ده خليني اروح برضو للدوري الايطالي، مش بس المنتخب الايطالي. سنوات ماضيه وايام بدايتك مع اي سي ميلان كان الدوري الايطالي هو الدوري الاوروبي او العالمي الاهم في العالم، والعالم كله يتابع الدوري الايطالي. لماذا الدوري الايطالي هو الاخر تراجع كثيرا في السنوات الاخيره، وسنوات كثيره كمان وليست قليله؟ نعم، بالنسبة لي في وقت الذي كان فيه الميلان بطل العالم، كان فيه أفضل لاعبي العالم ليس فقط من إيطاليا فقط، لكن من العالم كله. بكل تأكيد الدوري الإنجليزي الآن هو المتألق ويسعى إلى تطوير نفسه ونمى بسرعة رهيبة، ويسعى إلى تطوير وإعادة نفسه بشكل ملحوظ جدا. إيطاليا تأخرت أخيرا لأسباب اقتصادية ولأسباب معنوية ولأسباب جماهيرية، لكن أقول دائما وأكرر أن الدوري الإيطالي له رجعة جديدة. رأينا في الموسم الماضي تألق بعض الفرق الإيطالية، وهذا لم يأتي من فراغ، بل هو كما قلنا لإعادة إيطاليا من جديد، إعادة منتخب إيطاليا وإعادة أيضا الفرق الإيطالية إلى مجدها من جديد. عندما كنت أنا في دوري الإيطالي كان يحظى بالكثير من اللاعبين، لكن نحاول قدر المستطاع أن نسد هذا الصغر وهذه الفجوة التي حدثت في الكرة الإيطالية. نسعى دائما إلى التطور، نسعى دائما إلى الذهاب إلى الأمام، ولكن الأمر هي مسألة وقت.